نادي الشبان يعني خلي بالكم، عايزين نبارك بس للحاج خالد الاول عشان لسه الانتخابات من 4 5 ايام او اسبوع، وتم اعاده يوم انتخابه الجمعه الماضيه، يعني بالضبط 6 ايام رئيسا لنادي الشبان لفتره ثانيه. فالف مبروك الاول، الله يبارك فيك استاذ عبد الناصر. وده اول لقاء مع صحفي كمان. نادي الشبان هنا يعتبر من الانديه صاحبه الشعبيه الكبيره، وهو نادي المراغه بيبقوا زي ديربي ونائر ونقير. ويوم السبت بعد بكره في مباراه المراغه والشبان، والكل بيتكلم عليها من دلوقتي لانها ديربي ويبقى فيه حضور جماهيري كبير. فالف مبروك الاول، وتفضل اتكلم عن نادي الشبان بقى وقول للناس. الله يبارك فيك استاذ عبد الناصر، ومتشكرين على اللقاء ده. يعني نادي الشبان ده يعني قصة طويلة وقصة كبيرة. يعني يمكن أنا بسير على درب الناس اللي بدأت تسلم اللي قبلينا. يعني هقول من ضمن يعني من الرموز نادي الشبان الشيخ خريج السني، يعتبر الراجل المؤسس نادي الشبان. طبعا الراجل ده يعني، ولحد الآن في ناس كثيرة تتذكره في اتحاد الكورة ومن الأندية وسط الأندية والكلام ده كله. راجل معروف، والشيخ مع راجل دايما في فهمي رحمة الله عليه وكل الناس. حمام يعني لو ذكرنا هنذكر اسماء كثيره جدا في تاسيس نادي الشبان، من ضمنها عمنا الشيخ زيدان وجدي الشيخ عبد الحميد هاشم والشيخ محمد قاسم وناس كثير جدا. واحنا نعرف الكلام ده اساسا من الشيخ ريب. يعني الشيخ ريب يعتبر يمكن راي من ضمن الناس اللي باعت اراضي لنادي الشبان. بعد كده تسلم الجيل اللي بعد الشيخ رجب في رحمة الله عليه الباشمهندس محمد عبد الحميد هاشم والحاج أحمد إسماعيل قدارة والحاج حمام ربنا يرحمه، وتسلم برضه في الأمضية برضه هنقول الحاج أحمد إسماعيل قدارة رب رحمة الله عليه، وأسماء كثيرة يعني مش خلف فرقة ولسه خلف فرقة كان رئيس نادي كل الناس دي لها بصمات ولها تاريخ في الشبان. ابو البدري مسك رئاسة النادي سنة وكانت اغنى سنة، بس كل ما والله على فكرة كانت اغنى سنة بجد. صح يا استاذ سعيد؟ في دخول كتير. وكان عنده يطلع 6 اطقم. اللي خالد شغال يدور على طقم ليه اسبوعين. مش انا بس، نادي الشبان الله يسهلك بالتسوق والله. وخالد بيدفع فلوس كتير من جيبه بصراحه. خالد احنا عندنا ميزانيات 2019 كان فيها حوالي، يعني ميزانيه 2019 كان فيها حوالي عجز فوق ال 210,000، 2020 222,000، 2021 277,000. احنا كلهم يا جماعه من الجيوب الشخصيه، كلهم الجيوب الشخصيه طبعا. بس يعني كان انت تفكر عجز يعني في مشكله في الفلوس، لا يعني موارد النادي بالنسبه للي صرفوه على فرقه الكوره بس في 220,000 جنيه دفعوها من جيوبهم، النادي ما يمتلكها. استاذ عبد الناصر، وزاره الشباب بتدي هم بيسموها اعانه. بتدي اعانه ليها حوالي تتعدى ال 12 سنه، بتدي حوالي 100,000 جنيه على القسم الثالث. بتقسمها على دفعتين، دفعه 50 ودفعه 50، ما بتعرفش تاخدهم امتى. يعني هل هم ما عندهمش تنظيم اداري داخل وزاره الشباب بتعرف الانديه بتبدا امتى او الدوري بيبدا امتى؟ يعني لحد الان زمان ايام الدكتور عبد المنعم عماره كان 150,000، وال 150,000 كانت زي 1.5 مليون دلوقتي بالظبط، وكان عاملهم بنظام خبير 75 قبل بدايه الموسم بشهر عشان فترة الإعداد ومرتبات الجهاز الفني، و75 مع بداية الدور الثاني. المشكلة دي قائمة. فأنت كنت بص 150 جايين لك وتدور على فلوس ثانية، بس عارف إن دول جايين. دلوقتي إحنا ما بنعرفش حاجة. لا لا لا. لا في اتحاد الكورة ولا في وزارة الشباب. ولا عارف نسبك في اتحاد الكورة. ولا تعرف اتحاد الكورة، إحنا ماشيين ببركة ربنا. أنت ليك نعديك 5% من البث. من المفترض ليك فيه كدرجه ثالثه او اللي هي الثانيه اذا اعتبرنا ان الممتاز به درجه ممتاز به وانت اولى، او لو اعتبرنا الممتاز به ثانيه تبقى انت ثالثه. ما حدش عارف الممتاز به بياخد كام ولا انت بتاخد كام. لا ولا تعرف ولا يعني هنقول لو في ميزانيه بتعرض عليك ما تعرفش ايه اللي بيوزع على الانديه. صح يعني، لكن الحمد لله الفتره اللي هي ان شاء الله باذن الله احنا يعني بعد اعتماد اللائحه، وكنا في جمعية عمومية غير عادية يوم الأحد،
الحد اللي فات كانت يوم اعتقد اللي احنا قلنا ثوره التصحيح اللي هي ثوره التصحيح، يعني اعتمدنا وافقنا على التغييرات اللي احنا طلبناها لطلب 53 نادي وتمت الموافقه عليها، وان شاء الله باذن الله تعلن اللائحه الاساسيه في جريده رسميه، وداخلين على انتخابات ان شاء الله نتعشم باذن الله، نتعشم في اللي جاي يكون احسن من اللي فات. يعني قول لي في اجتماع اتحاد الكوره او الجمعيه العموميه اللي كانت يوم الاحد، خلاص احنا داخلين على انتخابات، ولا الكلام اللي اتقال ان هيبقى هتختاروا مجموعه تقود لثلاث سنين؟ لا حيكون في انتخابات ان شاء الله. يعني ما اخترتوش مجموعه معينه؟ لا لم يتم اختيار اي مجموعه، بس هتكون قائمه مغلقه. قائمة مغلقة. ده نظام الانتخابات اللي هيكون في الفترة دي. انتوا دلوقتي اقترحتوا او قلتوا للفيفا احنا عايزين هذه التعديلات اللي هي الستة. ستة ولا خمس تعديلات. خمسة خمس تعديلات. منهم الايمن مغلقة والمقعد بتاع السيدات والثمان سنوات. لا ما فيش مقعد سيدات. هو تم هم تسعة. ثمانية هم ثمانية. تسعة أعضاء. الرئيس والنائب. ثمان سنين والتجنيد. وشرط التجنيد بند الثمان سنين وشرط التجنيد، ولا يشترط ان يكون لاعب كرة قدم؟ لا الخبره. الخبره ايوه، ما هي لانه هم كانوا عاملين دي تفصيل عشان ما يجيش حد بعيد عن هنا بريده والمجموعه. حاطين بند الخبره وحاطين بند اللي هو بالنسبه لموضوع موضوع الجمعيه العموميه غير عاديه. يتم تحديدها من قبل 25% مش 50% من اعضاء الجمعيه العموميه. ما هم دول الخمسه كده؟ دول الخمسه. الثمان سنوات يا جماعه بنتعشم ان شاء الله باذن الله، يكون اللي جاي ان شاء الله باذن الله يكون افضل. الثمان سنوات اهمهم كمان اللي يتم الراي العام. لا وفي كمان الثمان سنوات ممكن تاخذ فوقيهم، ممكن تاخذ 24. ما هو ثمانيه عضو مجلس اداره، ثمانيه امين صندوق، ثمانيه نائب رئيس، ثمانيه رئيس. بالظبط. عايز تاخذهم ورا بعض ان شاء الله تتخلد، ربنا يديك العمر ان شاء الله باذن الله للي عايز ياخد ويدخل في. لكن ما تقعدش اكتر من 8 سنين في منصب واحد. لا ما ينفع خالص. هي دي عايز يهرب من رئاسه النادي. اتعلم الشحائم صح يعني. الانديه والمطالبك الاتحاد. احنا لو نظرنا حنقول مش بس على مستوى جمهور مصر العربيه، يمكن حتلاقي يمكن بعيدا عن انديه الشركات. النادي الوحيد اللي هو النادي اللي ماشي بالسياسه الصحيحه نادي الاهلي. طبعا مش بس على مستوى مصر العربيه، النادي الاهلي يمكن على مستوى الشرق الاوسط او العالم العربي او المستلم لا مستوى العالم ككل. انت تعرف الجائزه اللي خدها الاهلي بتاعت محمد بن راشد افضل مؤسسه، عارف خدها ليه؟ طبعا. بص هي المعنى اللي انت قلته، يمكن الاستاذ سيد لما يخش معانا في الحوار كراجل مالي هيقول لك الاهلي خد الجائزه عارف ليه؟ لتميزه في الشق الاقتصادي وافضل نادي وضح موارده ومصاريفه. يعني شوف مختارينه لايه؟ يعني احنا بنتكلم مصاميم النادي الاهلي منظومه يعني انا بعتبرها يعني افضل منظومه موجوده، من ضمن افضل المنظومات او من ضمن افضل يعني 10 انديه على مستوى العالم. في مش بس كره القدم، يعني في كل حاجه، في جميع في اللوائح في كل شيء النادي الاهلي منظومه يحتذى بها في اي مكان. صح. اما بعد كده الانديه كلها الزمالك بيعاني من مشاكل ماليه كبيره جدا. كل الانديه احنا نبعد بعيدا عن انديه الشركات، انديه الشركات دي انديه معروفه ولها مصادر معروفه ودخل معروف. خلينا في الانديه الجماهيريه، كل الانديه الجماهيريه سواء في القسم الثاني او القسم الثالث. وبالاخص اخص انديه الصعيد. انديه الصعيد يعني ما فيش دخل عند اي نادي يعني يقدر يغطيه بتكاليف حاليا، تكاليف المصاريف او اللعيبه اللي بيتم التعاقد معاها. انا سئلت مره زمان في احد البرامج بيقول لي طب ما انتوا كاعلاميين من الصعيد ما تساعدوا وتعلموا الانديه ازاي تستثمر. قلت له حاضر، الاستثمار عندنا في نادي زي نادي المراغه او نادي الشبان البوفيه. ده الاستثمار الشاي والقهوه. قلت له هل شايف ان احنا اروح اعلمهم ان احنا بنلعب في ملعب. اي مشروع تاني هيتعامل عندنا المداخيل على قدها والناس الموظفين مرتباتهم على قدهم، ايه المداخيل اللي انت هتعملها؟ يا استاذ عبد الناصر احنا كل نادي يعني الانديه الموجوده عندنا
ايه الدخل اللي موجود في نادي زي مثلا نادي المرأة حتى لو كان ولا صور محلات للشبان ولا اي حاجه شبان المراغه. انا بتكلم على نادي المرأة حتى لو كان الدخل، لكن الدخل اللي جاي ما هو النادي عنده مصاريف. طيب اللعيبه حاليا مهما كان الدخل اقل بكثير من المصاريف. بس انا بكلمك نادي المراغه، ونادي المراغه عنده مصدر دخل. نادي شبان المراغه ما عندوش مصدر دخل موجود نهائيا نهائيا. موجود عندنا حته قطعه ارض حوالي 480 متر موجوده، طلبنا بعتنا طلب مع الدكتور سامي ومع اعضاء النواب بتوعنا، كتب عليه يوجه للاستثمار. استثمار ايه؟ لا انا بس إيه؟ انا هنا عايز اقف حاجه قدام عم الحاج هاشم ويحضرنا الموضوع ده. بص، انك تكتب طلب وتديه لاحد النواب او النائبين، هم مشكورين وما يتاخروش، والدكتور سامي بالذات له في قلبنا مكانه خاصه عشان نبقى امناء يعني. ورفعت ده اخونا وولد عمنا وفوق دماغنا، بس ولد خالك كمان معلومه جديده. عايز اقول على حاجه عشان تبقى عملي، تعمل الاكل عشان تبقى عملي، وهات الملف ده وهيساعدنا فيه الدكتور سامي والحاج رفعت شكيب اللي هم اعضاء مجلس النواب. حضرتك تعمل الرسوم الهندسيه، تعمل المشروع والرسوم الهندسيه، وتبدا حتى لو من جيبك الشخصي تعمل اجراءات الترخيص. انت هتوفر على الوزاره 50%، الوزير هيبعت بدل من الاستثمار للانشاءات، الانشاءات هتبعت لجنه، اللجنه هتحدد لك المبلغ في ضوء الرسم الهندسي وفي ضوء المشروع، لان احنا عملنا تكتيك مع الوزير. ما هو مكتب استشاري، هنعمل دي مول، يعمل كل حاجه، يتفضل يمشي في اجراءات الترخيص ويعمل الرسم الهندسي ويعمل الاجراءات الاستشاريه وكل حاجه ومعايسه التكلفه. استاذ عبد الناصر، احنا نعتمد المجلس الجديد اعتمد خلال ساعات من اللجنه الاولمبيه ان شاء الله باذن الله. وعايزين نحيي التصور اللي موجود، عذرا للمقاطعة، عايزين نحيي بس هشام بيه حطب رئيس اللجنه الاولمبيه، وصديقنا المحترم ممدوح بالششتاوي المدير التنفيذي للجنه الاولمبيه على استجابتهم السريعه، لان عشان المسافات الاعتماد بتاع نادي شبان المراغه يكون في ساعات، يعني النهارده الخميس ان شاء الله باذن الله الاعتماد هيخلص، ومسافر بيه مندوب هو واوراق اهلي المنشاه، وان شاء الله باذن الله يخلصوا. على اقول لهم منا كل التحيه والتقدير. احنا بنقدم لهم الشكر للمهندس هشام حطب، بنشكره، والاستاذ ممدوح الششتاوي برضه الف الف شكر لتيسير الامور ولبعد المسافات اللي موجوده طبعاً من الصعيد للقاهره، والف شكر لهم. لكن احنا نتمنى من يعني من الدوله، وزاره الشباب، مصر وزاره الشباب يعني تفكر يعني شويه بالنسبه لموضوع الانديه، وبالنسبه لترتيب مواعيد الصرف ودعم الانديه بدعم اضافي يساعد على المصاريف اللي موجوده في الوقت الحالي. سفر يعني سفر واقامه للاعيبه واقامه للاعيبه محتربه. عندنا لعيبه من جنة، وعندنا لعيبه من اسيوط، وعندنا لعيبه من الدقهليه، يعني برضه الحج